السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناة حنان المراكي. النهاردة حبايبي هقول دعاء لأولادي لندى وفتحي، وبرضو أتمنى إن أنتوا تقولوا الدعاء دوت لأولادكم، وربنا يحفظهم جميعا يا رب، وربنا يتقبل منا ومنكم، أمين يا رب العالمين. يا رب اكفيهم شر ما في هذا الزمان من بلاء وباء، ربي احفظهم لي في حياتي وبعد مماتي، واجعلهم من عبادك الصالحين، امين يا رب العالمين. نعم.